سئمنا وتعبنا من الكلام والنصح والإرشاد والتوجيه وحتى التبرير. كرة القدم المحلية مشاهدينا الكرام أصبحت مسرحا للعقوب والمشاكل. كل يوم عقوب، كل يوم تتساقط الأرباح. قبل أيام قليلة فقط فقدنا مناصر مولودية الجزائر، وبالأمس ها نحن نعزي في وفاة مناصر لترجي مستغل. هل صارت كرة القدم المحلية مستنقع متعب لدرجة أنه مدرب الذي يظهر أمامكم على الصورة يخرج للإعلام ويقول لك بهذه العبارة: مدينا المباراة خوفا على سلامة اللاعبين؟ فعلا هذا ما حصل خلال مباراة أولمبي أقبو وشلغوم العين. المدرب كعروف خرج للعلنية مباشرة وقالها بلسان طليق: خليناهم يربحوا باش نخرجوا سالمين برك. إلى أين تسير سفينة كرة القدم المحلية المثقوبة التي أغرقت المستوى للحضيض؟ هل حان الوقت الآن لكي نتوقف مع أنفسنا قليلا؟ والله ليس عيب وليس عار أن نجلس مع أنفسنا ونفكر ونقول: هل خلقت الرياضة لجعل رقعة الملعب حلبة مصارعة؟ والمتضرر من؟ أبناءنا من الأنصار. طبعا السبب كما قال منذ أيام قليلة اللاعب السابق الدولي السابق والمدرب المعروف زيري بلال، قبل أيام قال: سبب كل ما يحصل هو لأننا جعلنا من مباراة في كرة القدم مسألة حياة أو موت، كأنها مصير أمة. والله عيب وعار ما يحصل. طبعا نحن لا نريد كرة القدم إن كانت تقودنا للندم، ولا نريد حماسها إن كانت نتيجته العدم. حان الوقت فعلا لكي نتحرك جميعا، ولا أستثني أحد، مسؤولين، إعلام، مجتمع مدني، ولجان أنصار. فهذه ليست ولسنا في بطولة محلية تتقاتل عليها وسائل الإعلام العالمية لكي يشاهدوا مبارياتها التي لابد أن نقولها بكل صراحة ولا نخجل: لا ترتقي أبدا للمستوى الفني والتكتيكي وغير ذلك. اليوم أصبحنا نتكلم أيضا عن المستوى الحضاري. هذه مشكلة حضارة. مؤسف جدا ما يحصل، ومؤلم ما نسمعه يوميا. عرفتي شكون السبب؟ فوز القجع هو السبب. اعدونا في طرج عجبتيني بزاف ملي قلتي هذا مستوى حضارة. الحضارة ما كيناش اودي. واش اللي تربى في العشرية السوداء؟ تربى عاد الكابرانات كيبغي شي يطلع مجتمع فاقدها ما عنده ما يضيف. اش واقع عاود خالي مالهم ثاني كيبكيو وكيتشاكاو؟ اي ورا كل اسبوع البطولة الجزائرية الابداع، كل اسبوع راه قلتها لكم كل اسبوع كتلقى جوج مباريات ثلاثة المباريات فيهم الكيرة. دابا خويا خرج المدرب كيبكي مال، واش واقع له؟ لعب المباراة رابح بجوج لزيرو، الامور غادا مزيانة، الجمهور ديال الفرقة اللي خاسرة عيطوا للمدرب شيروا له ديال اللي رابح، وما يجبدوا الحبيبة الطويلة، جبدوا الحجر، جبدوا ما خلاو ما جبدوا، قالوا له: ها هي، واش باغي تمشيو على رجليكم ولا تمشيو في الصنيديق؟ انتوما اختاروا، بغيتوا تمشيو على رجليكم خليونا نربحوكم، بغيتوا تمشيو في الصنيديق ديروا اللي بغيتوا. المدرب مسكين شداته والخلعة، شاف الحبيبة الطويلة كل واحد شاد وحدة، المهم شي واجه ما خرجني من هذا الملعب. هو عيط الحكم: هذا كان ملعوقة، اجي لهنا اجي. شوف انا مزاوق اخلي الزمر يربحوا، كانوا رابعين بجوج زيرو علم الله بشحال ولاو خاسر. الحكم قالوا: على جناري؟ قال له: راه لا تشالحنا والله يا ابوك لا مشي يجيب لنا، راه هما هز الحبيبه الطويله والله لا خرج فينا شي واحد، خلي الزمر يربحوا خلينا نمشيو بحالنا. الحكم دار هاك يلقى الحبيبه الطويله في الملعب قدامه كتشير له كيديروا له بها ها. الله يا ابوك الحكم ودنيك لا تجيهم. قال له: هذا في بيلانجي يا ودي في شافو بيلانجي سكوتش سكون الفرقه اللي كانت خاسره بجوج زيرو ولات رابحه، ومع ذلك الجمهور بقى جالس كيتسناهم والله لك تورجا الخرج. امشيو تشبحوها في الملعب وبقاو جالسين شي جوج سوايع ولا يعلم الله شحال هما جالسين مشبوحين في الملعب، خسروا المباراه ومع ذلك ما عندهمش القدر يخرجوا.
بقاو جالسين في الملعب تمايا والمدرب جالس يبكي وحنا عطيناكم تربحوا واش بغيتوا خلينا نمشيو بحال والو بوك على الفرحه ديال الربح اليوم طيروا لكم ودنكم كيريت يا عظمه يلا تربيه وعلى اخلاق وعلى مصيبك حلا وكانوا شي مساخيط كيضحكوا علينا كيقولوا نحن شعب واحد والله مسخر نعم كنا شعب واحد اصاحبي نعم باش انت رابح المباراه وتعيط للحكم وهادشي ماشي كنقولوا حنا نسمعوا المدرب بشحمه والحميه كيقول هاد الهضره هادي ماشي حنا اللي كنقولوها المدرب رابح المباراه شاف الحبيبه الطويله في الملعب عيط للحكم قال له عطيه الزمر خليهم يربحوا راه لا تلاحنا ومع ذلك عطاهم المباراه وربحوها وما خلاهمش يخرج جالسين كيتسناهم في الباب اللاعبين بقاو مشبوحين في الملعب قال لك حنا ما عندناش قدر نمشيو حتى للفيستير نبدلوا حوايج انا نسمعوا شي واحد كيقول شعب واحد جبدوا المصويطه وعطيو البوها شعب واحد نعم كنا شعب واحد فالف تحيه للشعب الجزائري الهمجي اللي دائما كيتحفنا بدوك الخرجات ديالو كل اسبوع تبهديله جديده كنشوفوها في الجزائر نخليكم مع الفيديو كيف العاده ما تنساوش لايك خلونا الراي ديالكم في التعليقات مقابله هذه حرب اليوم كان عندنا حرب بين فريقين ولا بين الجمهور والفريق تاع عقبو هذا ما يشكو هاد القدم عندنا يومين عندنا السمانه اللي فاتت مات مناصر تاع مولوديات العاصمه اليوم كانت راح تروح طيح الماتش حبس قريب ساعه اليوم الماتش حبس قريب ساعه انا اللي قلت للاوبيت قلت له لازم واسمو مش الغوم العيد اليوم يربحوا سينو ما نخرجوش كنا فايزين بزوج صفر كنا نربحوا باربعة خمسة لعبنا لاعبين امان جبنا تسعة لاعبين امان لكن كرة قدم ما تقدمش هكذا ما كاش ما تنجمش تافونسي الفوتبول الجزائري إلي أون تان دو كولي بارابور سي دي زانسيدون كوم سا أوني أون تان دو فوا بلي كوم كوا الأرواح تاع الإنسان ما عندهاش معنى البارح باكلي ما طفل اليوم قريب قتلونا طفل واحد اخر هذا يخلي ان كره القدم الى كملت هكذا لازم يكونوا لازم دوموند على لا فيديراسيون الجزائريان دتو سيفا سي اي لوجيك سكون اون تران دو فيف جينا لا بو كره القدم افيك دي جون ناف اسبوار سي غاف اوني دو لوبليغاسيون دو ريميت تو اون اورد باسكو هكذا ما كاش مثلا كره القدم تاعنا تعاود تولي اللي اون تران دو سو يا حلول يا حتكولا دو بليس اون بلي باسكو كوم سا اون فيان دو تيرميني لو ماتش كملنا الماتش ما نجمناش ندخلوا الفيستير لاست فوتبول سا خليناهم يربحوها اون لا ليسي جيست باش ما الارواح ما طيحش انا قلت له الحكم المباراه قلت له خلي يفوزوا باش نخرجوا باك هذا ماك هذه كره قدم Je demande à la fédération algérienne de sévir parce que la situation elle est vraiment dramatique. Dramatique, maintenant je vais jouer quoi de cadre. هذا اللي يخلي انا ما خفتش على روحي خفت على لي جون هذا خفت على لي جون سي غاف دي سيبورتور جو سي با سكي زيتي مانيبيلي ولا ربحوا ما خلوناش نخرج ربحوا المقابله ما خلوناش نخرج انا طلعت فريق عقبو في الدرجه الاولى حنا ما نمدو من بيهم حنا ما نمدو من بيهم اليوم حنا اللي مدينا على صحه الدريان على في دي زونفون C'est désespoir, malheureusement, c'est désespoir. Ils ont tout fait. باش le match est doux, le Mokabala. حنا عطينا لهم المقابلة. ما حدث في لقاء عقبو شرغم العيد يحدث أسبوعيا في كل الرابطات من الولائي إلى المحترف الأول من جهة، من جهة ثانية أن نحيي الشجاعة تاع مراد كعروف. مراد كعروف تحدث وقال أنه تحدث مع الحكم كان فايز ب 2-0 وقال له خلي شرغم العيد يفوزوا باللقاء. خلي شلغوم العيد يفوزوا باللقاء هذا قالوا انا باش نسلك لي جوار تاوعي قالوا جبت 9 لاعبين يو 21 جو بونس ولا واسمو سيدي جون نجيبهم باش يفوتوا هنا واسمو لا لهذه الدرجه كان الامر خطيرا هناك وكاين اخطر يحدث اسبوعيا في المشوف لما نشوفوا بعض نتائج لقاءات نادي في اي رابطه لقاء ذهب في مرحله الذهاب يجيب 6 نقاط 7 5 نقطه واحده مرحلة العودة ما ينهزمش هروح يلعب في الليغا روح يلعب واسمه في البونديس ليغا ما يجيش يلعب في البطولة تاعنا البطولة تاعنا هذه ومنطقيين كل أسبوع لو يفتحوا تحقيقات في كرة القدم الجزائرية كل أسبوع ماشي كل أسبوع في كل الجولات في كل جولات فيه لقاء كيما هذا ونقول لك حاجة حتى في الجولات الأخيرة هذه شوف في الجولات الأخيرة كاين نتائج كاين بعض اللقاءات نعرفوا النتائج تاعهم قبل ما تلعب قبل ما تلعب تعرف النتيجة اليوم يعني كاين واحد الحوايج اللي ما نفهموهمش واسمو في الفوتبول اليوم هذا التحقيق ان شاء الله ماشي اليوم نفتحوا تحقيق ونغلقوه اليوم تفتح تحقيق
لازم الحاكم محافظ اللقاء اللاعبين الاخر يفو بروند لي ديسيزيون لي لازم. اليوم انا نقول لك حاجه، الاول الاتحاد الجزائري لكره القدم قالهم كعوف، قال باللي نحييوه كعوف فريمون الى ايتي شجاع، قال كلمه واحده، قالوا نتمنوا انه الاتحاد الجزائري لكره القدم ولا وزاره الشباب والرياضه ولا اي هيئه لازم يضربوا بيد من حديد. يعني قلت لك عيب واش يصير في كره القدم الجزائريه. ومن بعد احنا نقولوا اسكو كاين لاعبين في المنتخب الوطني؟ ما يكونوش لاعبين في المنتخب الوطني، مستحيل. يعني باللعب هذا بالطريقه هذه مستحيل يكونوا عندك لاعبين. وزيد حتى الخدمه، نقولوا الخدمه ما كانش كذا، هذه ما نهضروش عليها. ولكن وما ذنب اللاعبين يا ياسين معلومي عندما تلعب تحت تهديد والمدرب يقول في تصريحاته بحد ذاته يقول باللي ما حبيناش نربحوا المباراه وتركنا المباراه وانهزمنا، يعني حنا انهزمنا مش ما ذنب اللاعب يا ياسين معلومي؟ اسمع مش كعو فقط، نحيو تزيري بلال، نحلو تزيري بلال في لقاء مولودية وهران وبن عكنون يتكلم بصريح العبارة، قال له احنا دخلنا وخرجنا يعني اللقاء بيننا احنا ومولودية وهران والجمهور لقاء عادي كروي اللي يفوز يفوز. ولكن العيب، العيب انه مواقع التواصل الاجتماعي اللي حرضوا على حد مولاي مثلا وليد اسمه وهران، حد مولاي مدرب كرة قدم، اليوم هذا ابن مدينة البوليدة ينجم يوطيني ايكيب ويلعب مع البليدة يسمى ما يلعبش. خلاص ولات عندنا واحد العقليه، ولات هذه ماشي عقليه اللي كان يتحمل المسؤوليه. ياسين معلومه كاع يتحمل المسؤوليه كاع. شو انا نقول لك حاجه، المسؤوليه شوف انا قلت لك ما تضربش، انا ليا هذا راي متواضع، لازم شامبيونا ابلون 10 سنين مش عام. اليوم ايا مثلا مولوديه الجزائر داو البطوله بالبركه عليهم، 1.5 مليار يدو 15 مليون دينار جزائري. هذه اداره حجر جم اللي جات هذا العام وخدمت ودارت ودات البطولة باللاعبين إلى آخره، وصرفوا الأموال اللي صرفوهم، واش الريتور تاعو؟ وضح لي الريتور. اليوم أنا نصرف 100 مليار باش ندي 1.5 مليار ندي واسمه البطولة. أعطيني واش البطولة هذه، واش القيمة تاعها؟ حقوق البث التلفزيوني مثلا، واش تمد لي مولودية مثلا؟ شاك ماتش يديروا له سبيكتاكل، كل ماتش 50,000 60,000 هنا برا بالوزداد كذا كلهم يديروا له سبيكتاكل، واش راهم يربحوا؟ كاين غير اللاعبين يتقاضيو الاموال هما والمدربين، والمناصر دائما هو اللي يخسر. رانا نشوفوا مناصر تاع المولوديه الله يرحمه مات، مناصر تاع تاع ترجم سالم هذه السمانه مات. واش قولي واش الذنب تاع الناس هذو؟ هذه كره القدم. زمان كانوا ناس كره القدم لي سيبورتور يروحوا بالكوستيمات، واحد يروح مع باباه، واحد مع اخوه، واحد مع فرجة، واحد مثلا. لا وشي ياسين الحاجه اللي ولات غراف يعني ولا الضغط الشارع، انه لما تسقط القسم الوطني الثاني حاجه شغل كانه حاجه غراف مغربه، حاجه مغربه انه راح تسقط، انه لازم اليوم شلغوم العيد دار اللي مثال ولا مولوديه وهران ولا اي نادي اليوم ولات كي تلعب الماتش روتور وتلعب على الطيحه دائما لازم الفريق اللي يرسوفي هو يربح بكل طرق. اوكي اليوم شلغوم العيد نقولوا باللي راح يسلك ويدير مانتي في القسم الوطني الثاني، هل شلغوم العيد او مولوديه وهران او اكس ياخذوا العبر ويسقموا الاخطاء اللي دارهم والعام الجاي يشوفوا وجه اخر اللي يلعب يعني الالقاب ولا يلعب لو مانتي؟ لا، هل اليوم كي تسلك العام الجاي تكون في لا. المستوى الشيء اللي غير مقبول انه لما تسقط حاجه غراف. اليوم لايستر في لا بريمير ليغ عاود هبطوا عاودوا اليوم طلعوا جوفنتوس سقط اليوم، فالادوليد في لا ليغا سقط اليوم عاود صعد، نفس الشيء بالنسبه لسوتامبتون. اليوم الا تستاهل تسقط كما قال ياسين، كيفاش فريق اليوم عنده 14 نقطه في مرحله الذهاب وفي مرحله العوده يدير 41 نقطه؟ هذا غير معقول، يعني تحط ايكيب وكان ما كاش اشياء بعيدة على الكرة القدم احنا كاع نعرفوها، يعني هذا الشيء غير مقبول. لاعب النوريس راه هذه الامور سامحني كيف مطلع الفرق الفرنسيه اليوم تاخذ فريق ليون وان كان في مرحلة الذهاب كان صعدير كان براتيك مسقط، وشفنا اليوم راه تاهل البطوله بصح، لكن صح صح لكن في البطوله الفرنسيه وفي ليون هناك استقدامات في الميركاتو، هناك تغييرات جابت ثمارها تاع المدرب مرحله الذهاب، هنا لا استقدامات لا تغييرات ولا شيء. واش قام به على كل حال غروسو كان ممتاز، على كل حال ما مشاتلوش، خسروا مع كليرمون فيرون، جابوا بيير لوساج ديكليك سيكولوجيك لاعبين خذوا الاخر فريق اليوم. ولكن المشكل وين؟ كما قال لك عبد النور شلغوا من العيد، تبعوا الناس اللي يلعبوا بروفيسيوناليزم، تبعوا ناس اللي يلعبوا في مرتبه احسن منهم. ثلاث مباريات راحوا دي كلوب من العاصمه لعبوا في
في لمسيو الثلاثه شكاو. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كيف العاده ما تنساوش لايك خلينا نرى ايديكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما اشتركوش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيضم المحتوى ديالنا كيف العاده نشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب.